السلام عليكم. صراحة ترددت كثير وفكرت على المقطع اليوم، لكن أنا متعودة من يوم ما بديت القناة أنها مجرد مشاركة لحظات سعيدة، وما قررت أنزل الفيديو هذا إلا وإحنا مخلصين كل شيء، والباقي رح نكمله أنا وإنتو عشان أحس لحظات يعني. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي ويلا. نعم. طبعا الشيء اللي انتم ما تعرفوه اللي هو الحمد لله يا رب ان جينا بيت جديد. طبعا لسه مو مؤثر ولا شيء. تعالوا وريهم الاطلاله. ونحن نطلع على برج الساعه. الحين لازم اهم شيء اوريكم غرفتي. هذه غرفه كرم. تعال اوريكم غرفتي اللي انا ما توقعت انها تطلع كبيره، بس شوفوا. ترقبوا الفلقات غرفتي الجديده. شوفوا الفيديو من عين غرفتي. عندي بلكونه على قد الحال. في صدى ولا لا؟ الو اوريكم غرفه امي يا ابوي ولا تحسوا خصوصيه؟ طب ما اوريكم غرفه امي. ماما تقولي لا امزح. تعالي مره استغربت شلون الناس متفقين. لا شوف عبايتها ماما سرقتها من عندي. طبعا هذا يعني بس نبدا المكان، جينا ناخذ المقاسات، مقاس المطبخ ومقاس الغرف والاشياء، بس لسه ما راح نبدا على طول، يعني لسه ممكن نضرب الجدار بويه او نحط بديل الخشب والاشياء هذه، يعني عندنا شغل، بس تقريبا راح ياخذ شهر ونص، للان ما اعرف شيء، بس بسوي لكم دحين رحلتي كامله. ايوه حسوي لكم رحلتي كامله في التاثيث، في النقل، في كل شيء، راح اعيشكم كل كذا. كل نقطة حتى في الانهيار بصور لكم. حرفيا هذه الفترة جدا ضغط 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 غير طبيعي، عشان كذا حسوي لكم كل شيء. ما في اي عفوية في الموضوع، كل شيء اسوي لكم هو. كم لايك ونط. هل راح اموت بسرعة؟ شوفوا الفرق. شوفوا الاشياء اللي هناك. شفت العمارة اللي هناك؟ هي نفسها اللي احنا ساكنين فيها، بس هي زي المجموعة. انا الحين بغرفتي قاعده اخطط على اشياء. شوف صراحه انا احس الصدى جدا مرتفع، الاضاءه رهيبه. ترقب الفلقات. او ماي جاد الصدى جدا عالي. الصمت عن بعض البشر. يلا اليوم مش عندنا الفعاليه. فعاليه اسمها تقيم صوتي. هل انت جاهز؟ لا ما تقدر. ولد ولد ابديت يا جايز اننا خلاص. اقول لك مش سوينا ولا سر. شوفوا خلاص بدينا تجهيزات، وصلت اغلب الاشياء. وصلت عندنا غسالة الصحون. هاي الثلاجة صح؟ يا الله يحمس. الحمد لله رب. الحمد لله وصلت الغلاية. الغلاية اعطونا هي هدية اتوقع. وهنا الاطلالة. يا سلام. وهذه شجرة الزيتون. شوفوا قولوا شجرة الزيتون من اختيار ماما. طلع الزيتونات كيف. احس بوريكم كل شيء عشان يكون كيس برايز. وهنا قاعدين يسووا المطبخ. طبعا احنا غدرنا في المطبخ. صار شوي صغير بالغلط، ما ادري كيف. اي هو كويس الحمد لله، يعني الحمد لله. ايوه بس هذا احس الابيض لازم يتغطى بشيء. ايوه كويس. لو جلس ابيض كذا فاضي احس انه لا كذا يعني كانه استراحه. اللون حلو والله ما شاء الله، ابداع والله. 10 من 10 والله والله حلو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا الصوت هذا يقهر. الزبده باقي تكفينات الدولاب شويه بيركبوه.
هذه هي الرفوف اللي بابا يقول عليها. اي قبل استوعب انا صورت لكم في بدايه الفيديو. سلم عليك. شو ترى ركبنا المكيفات. ايش الصوت اللي طلع؟ ركبنا المكيفات صراحه ما شاء الله المكيف مره ما شاء الله بارد. واحلى شيء ايش انه في له هذا فيه الواي فاي، يعني اقدر مثلا اكون برا واشغل المكيف على كيفي مثلا من السفر اتوقع اي زي كذا. فدحين احنا جينا البيت قال لك انه نبغى نجلس شويه نشوف الاشياء، وانا جبت اكلي لانه صراحه انا مره جيعانه. اوريكم ايش اخذت. هذا مكان جنب بيتنا بيتزا، صراحه مره اشتهيت اكل بيتزا. انا لي فتره ما اكل ولا شيء يا بنات، مره نفسيتي مسدوده، ف خلاص مره كويس انه انا هاكل. الحمد لله اكل، اشتهيت شيء بالغلط. راني جايز الحين فقره المشي. عندنا هنا اكل بطاطس بس انها صارت مره لين، قيمة 7/10 لانه جنب بيتها فحد راكم وقت ما ابغى. شوف البيت بنات والله اني جيعانه مره، فخليني اكل واقول لكم اشياء. بنات شوفوا ابدي صراحه انا ما ادري ايش بسوي بغرفتي، ما ادري ايش بسوي سرير، ما ادري ايش بسوي دولاب، وما لي خلي صراحه اختار شيء. احس ابغى اهلي يختاروا لي كل شيء وخلاص. ترى لابسة بلوزة عشان ما حد يقول اختارت الدنيا. فبس احس اني بموت حر، بروح افسخ العباية واكل واجيكم شوية. سمعنا دين حاطين ال كذا مؤقتا على ما يخلص العمال بنجلس. واحلى نومة هنا. سلمش لازم سلمش يا جايز، كرم ما خلاص شكله مرة يحسب بوقت النوم. طبعا انا كنت نايمه ودوبي اصحى فما شفت المطبخ. يلا نشوف مع بعض نسوي سبرايز. 1 2 الله ما شاء الله تبارك الله. اشوف اوكي مو مره بارد، ما ادري ليه مو مره بارده. لا ما شاء الله صراحه ما توقعت، يعني توقعت يعني بس ما توقعت، بس مو مره خلص. وش هذا كنت بسوي سبرايز كامل. أزبد هنا حيكون أتوقع البلغاز، أتوقع البلغاز من الغاز. هنا الدوريب وذات ست. إيش هذاك ليه كذا؟ هذا ليش كذا؟ ركبوا هذا ثلاجة. هذا الثلاجة اللي مركبوها. أوكي كرم ما عنده اختبار بكرة، مصير مضيوم عشان ما يذاكر، أسوي أي شيء مجنون عشان. هلا ها؟ يلا جماعة اليوم قاعد ابدا لكم الفلوق هذا من السيارة عشان ايش؟ ريحته خايسة مرة. الزبدة اليوم قررت اكون مع اهلي عشان يعني يكون لي جزء في البيت، لانه حرفيا من يوم ما صار البيت لين يومكم هذا وانا صراحة حتى غرفتي سلمت امري لاهلي، يعني بعد الله لاهلي. فقلت اليوم بروح البيت وبشوف التغييرات وعشان اخطط لغرفتي. كرم عادي ترخي الصوت خلاص يا شيخ. الزبدة انه شكلي غريب نظارة ماما. اليوم اجيت بشنطتين ما اعرف ليش، شنطه هذا يقهر، شنطه كذا لو رحت مكان، وشنطه فيها كل شيء في غرفتي، كل شيء في غرفتي جبته معايا. اولنا انتبهت مع ان شيء طبيعي تلاقوا اسماء غريبه في جوال بابا، يعني عشان ما ننسى شريف المبلط. فخلاص خلصنا المشوار الاول، دحين بنروح بيتنا توقع بنركب. ما يرد شريف وشريف المبلط شكله سحب علينا. يعني دحين ما في البلاط حقي في البيت. لا بابا من جدك انا جاي يا بابا متحمسه ان شاء الله. ايه جماعه بسم الله جينا ندخل هذا لقينا فيه طين طين. استنى بتزحلق انا قادره اطلع، بتزحلق والله قاعد اطيح. يا الله عمارتي بتنحرق استغفر الله.
من جد الحين نطلع كعابي ودورة نتخيله. نطلع بس بالسلم بالدرج. مصعد خربان للأسف. يلا يلا الله أكبر. اللهم بارك لنا في سفر. بنات سوي سكيب على صوت الانذار بس بوريكم البيت كيف صار بعد البلاط. مو البلاط البركة. وان تو ترى. تخيلوا كرم ما كان يبغى يركب باركة وترك بالغلط. انتم هذا ما كان يبغى ترى. شوفوا اقول لكم شيء، ترى انا اخترت لون البلاط الباركة غير عنهم. اخترت كل لون بني. ليش؟ لانه صراحة يعجبني هذا اللون مرة من زمان مرة. معلش والله انا عاجبني صراحة. لا تقول لي غبية وما غبية لو سمحت. ايش لا ما ابغى، احس الغرفة يعني حالاتها تكون غير سبيشل. بس تخيلوا الشيء اللي مو مرة عاجبني انه الغرفة الافياش فيها قليلة. يدخل بس فيشان هنا وانا هنا بحط سريري وهنا التسريحة فما في افياش كثير. ايش تقول؟ صار يقول ابوي ما صار يقول بابا. حبيت والله الجلوب هذا ما شاء الله. اي صح شوفي ترى سوينا كمان هذه الاطارات. اتوقع ما راح ايوه خلاص هذه هي لون البويا. لمستون لا بريز بريز. وكمان سوينا لمعة في الباب. الصوت ينرفز ينرفز. هنا عندنا بديل الرخام كان زايد فبنشوف اذا بنسوي فيه شيء ولا لا. هذا لون بريز. اي لا ايش بك خير؟ طيب ايش اسمه؟ بيج. مو بيج بريز بريز. المطبخ وريتكم هو صح؟ لا ما وري صح ما وريتكم المطبخ. شوفوا حطينا بديل رخام زي كذا. احس ما بتصفقني والله لو شفت المقطع يعني ما في اي مفاجاه للخام. الحين وكرم قاعدين نستكشف الحاره اللي احنا بنسكن فيها. عندنا بقاله قدام الحي اللي بنسكن فيه. ترى قاعد اصور لكم في اخيس مكان ما اعرف ليش كذا. معناته دار صوري هناك. طيب تصورين. الله شوفوا كيف القمر اليوم. خلاص الحين بجيبه كله. انا اجيب لك اثنين تاخذ اثنين. دقيقه كيف امسك؟ ايش عارفه بيدي بس شوف كيف. ايش كريم؟ كريم هذا. طيب يلا. الله شوف هذه. شوفوا بقالتنا فيها اشياء كوريه. كل شوفي صراحه حبيت احسن من بقالتنا. يلا الله في نونة كيوت. في نونة بروح اكلها. درامكم عندي عندي شبكة. هات شوف اول الان اشترينا هاي بشوكولاتة. شوفوا تيشيرتي الزبدة انه اللي في الشارع كلهم ما قصدي يا اخي قهوة يمشوا بطيء. طيب يا اخي ما يمشوا بسرعة يعني انا ايش اطالع يعني. يا اخي مطبق كيد بيهدوا يا اخي. يا الله لين اخر الشارع يمشوا. طيب خلاص امشوا بسرعة. طيب راجعين البيت بنصلي العشاء بعدين يمكن نطلع مع روزا بنروح نشرب ماتشا وبنشرب قهوة اي شيء ايا كان. هيا شوف المغص في قهوه. اكره الصوت هون اكره. انا اول وحده لو شريت سياره بحط الصوت هذا يعني عشان الناس يسبوني واخذ حسنات. جبلين صلينا العشاء وقلنا دائما خلصنا صلاة بنقول لكم شيء انا وكرم صح؟ يلا دقيقة بس اقلب الكاميرا. اول شيء طبعا لازم انت بتنصحهم انت ولا انا اقول لهم؟ يلا الصلاة هي يعني لم مثلا دحين احد ما يعرف يعني ما يلتزم بالصلاة كيف يلتزم؟ يلتزم اذا هو كان عنده جوال وعنده اهل زي كذا يقول لاهله صحوني وقت الصلاة. مثلا صلاة الظهر صحوني الساعة 12 ودقيقة 12 دقيقتين زي على حسب. شاطر. ويحط منبه صح يعني انت قصدك مثلا اذا حد يبي يلتزم في الصلاة لازم يحط منبه في كل الصلوات صح ولا لا؟ ايوه انا اتفق صراحة مع كرم. ترى حياتكم ما راح تضبط الا بالصلاة صح ولا لا؟ وتصلي في المسجد صح. بس اشتريت لي مفرحات وبنجلس نتفرج انا وكرم مسلسل على ما بابا يخلص تجي روزا ممكن نروح نشرب ماتشا ولا نسوي اي شيء ما اعرف. اوريكم مشترياتي من البقاله. مشترياتي هي
قمر الدين. هذا الاسواك. كدرت. الاسواك. ايش بك؟ البصمة. يا حبيبي اخرى انتي. طبعا خلاص رايحين، خلصنا من البيت. دحينا روز جات. ايش؟ هنا هنا ما شاء الله المهندس عندنا يفكر مرة. نطلع بنروح نشرب شيء، ممكن نروح مرة في مكان، ممكن نروح المطل او اي مكان. طيب يلا. فدحين للأسف اني حاخذ شنطتي الكبيرة، ما حقدر اخليها في البيت لانه بيجي العمال وكذا. توقعت انه هذا مرة مشوار. يلا دوبا اتصلت علي وقالت لنا انه خلاص لازم ننزل. هنا ندور عليها ابو، شوف هنا، شوف المبادرة الصالة هناك صح؟ المفتاح هنا. واقول لكم المهندس ما شاء الله جدا فنان. خلاص قفل كل شيء كره. انا عندي اصعب مهمة في العالم، ما احب احد يوكلني مسؤولية، لازم نقفل مكيفات المبادرة لانه بابا راح بيرجع العمال، فهذه مسؤوليتنا دحين. كرم انت فين رحت؟ قول لهم كيف؟ بالله شوف المهندس حقنا كيف؟ هذا كذا، هذا هنا يفك، هذا يسك. روزة تستنانا تحت. هيا خلاص؟ كل شيء مقفل؟ هيا بسم الله. مصدق؟ لا. هذا مشتري ب10 ريال. 10 ريال؟ 10 ريال. اوه من رزق يبيعوه ب18 ريال. كلهم فين بنروح؟ روح كافي. فين بنروح؟ لا مو كافي، ما ادري فين بنروح. السلام عليكم. فجأة رس بنت مع روزة بنروح. ليش كل ما تقابل مع روزة كل لابس العباية هذه؟ الزبدة فين بنروح؟ اشترينا من باسكت قهوة. ليش كل ما اجي معاك ولبس العباية هذه واروح باسكت؟ قادم استوعب. نبدأ بنروح نشتري من بلبن. ايش تمسيك روزة هذه غريبة ما اعرف، بس هي تبي تشتري بلبن وبنروح المطل بعدين. الزبدة استفدنا من كرم وبيروح، مو بيروح، راح يشتري لنا عبال يجيب القهوة. بنجلس بجلس شوف ايش بناخذ من بلبن. كنا بناخذ من عندهم حق البستاشيو. يا خير ما اتفقنا كذا. هذا حق 500,000. احسب ايش ما قلت. هيا بالله اسمعي الحين، ايش رايك في هذا الموضوع؟ خلاص الحين بالله ايش رايك في موضوع حق 500,000 اللي لو ما كان زحمه كنت حروح. هو حلو صراحه يعني، بس انه خير مره زحمه مره. ايش اللي اوقف البنات اللي تضاربوا ونتفوا في شعور بعض؟ ايوه تخيفي بنات يضربوا بعض في 500,000 عشان هذا ما 24 يعني. والله شكلها محراني مره النكته. بس في اللي لحقوا على شو اسمه اللي حق ات اوز، اللي لحق حق ات اوز. انا لحقت عليه حتى انا. انا عندي عندي الوردي، ترى لونه قريب مني، بس حق ات اوز شويه اغمق. خلاص شوف لبن زحمه ولا فاضي اخيرا. شوفوا قررنا ناخذ هذا بلبن. شوف انا قد جربته في المدرسه من صاحبتي وصراحه ما كان طعمه مره، بس وقتها كان يعني مره على وقت طويل، بس هذا مره بناكل في نفس اللحظه. طب بس اقول موقف عادي يا جماعه. تخيل احنا واقفين في مكان غلط. طيب غلط. قام جاء واحد قد روزه، اللي هو حارس المس قد روزه، جاي يقول لها معلش يا خاله نوقف هنا. حرام خالة، بس يعني انا قدك ليش تقول خالة؟ احنا سبنا الموضوع، سبنا احنا موقفين غلط، ركزنا على خالة. يا الله اصلا جيتي ما قلت شيء، قلت خلاص. طيب يا روز ايش وقفتنا هنا؟ يعني انت الفيو صراحة 10. روز تحب تساعدني ما شاء الله، شوف الفيو مرة. شكرا. قهوة باسكت صراحة تعجبني وما عندي مشكلة اشتريها كل يوم، بس بعضهم يقولوا انها ثقيلة ومدري ايش. انا صراحة تعجبني. روز انت كيف تعجبك ولا لا؟ طبعا مرة لذيذة.
ايوه يا صراحه على سعرها مره تستاهل. طبعا الحين قاعدين نتفرج قدام المطالب بالضبط. واخذنا هذا الحلا. يا اخي وقفوا هذا يا اخي. يلا بالله راز جربي واعطيني رايك. يلا خير ترى مرد اللعيه يا كرم. يا اخي ترى حبيبتي هو حاطين بلفز الله يسعدك عشان يعني تاكلي بالبلفز. ما في ما شاء كيف ناكل باسبوعين جوجو؟ ايوه ايوه يا حمار كيف ياكل باسبوعين يعني؟ واحد يلا رز بنفسك. طيب هي صاحبة السيارة عاد تطرد امنا الحين كلها. ايش؟ منديل عجبك؟ 10 من 10؟ تبغى منديل؟ جا غثيان 8 من 10؟ روز تقول انها تقيمه 8 من 10. يلا يعني انت حبيبي لابس لابس جلوفز بس دخله في فمك بسرعه عشان ما شوف شوف يا الله خلاص وصل لي الحين دوري بجرب انا بس الجلوف بسم الله. يا الله يلا بسم الله. لطيح لطيح كويس سنة. انت اشوفك قولي لي كويس ولا لا؟ كويس كويس كذا؟ ايه يلا الحين اشوف كيف من جوا تحميس هذا. يلا بسم الله 1 2 3. كات كات انا ما تبلع اللقمة. بلعتي؟ يتعب والله صراحة يتعب بس الحلا طعم بس اهم شيء لازم يكون في بلاك. 5 من 10. كم؟ 5 من 10 كثير ولا 5 من 10؟ كثير. 3 3 ونص ساعة. الله اكبر عليك يا كرم. طولت مرة. لا طعم قيمه 6 من 10. كثير كثير 6 من 10 مرة بس طعم بس احس يحتاج شوكولاته زيادة من جوا. أيوه. صح؟ سلعلان. والله ما يعلان والله ما روز اهرج يا روز. مانجا عليها صوص شوي سبايسي والبهارات هذه اللي اسمها التاهين تاهين تاهين الزبده انه سبايسي مع حالي مع فواكه هذه مانجا. ايوه بصراحه جربوا مره لذيذ. اوريهم اسمه لدعه. لدعه؟ لا لا لدغه لدعه لدعه. المهم انه هذا في خط غلق غلق ولا مره سماج بروكي اخرجي اخرجي اختي لي ردي ردي بسرعه يا الله تفحص حمودي ما يا الله بابا. الحمد لله اني مو من متابعين المسلسل ولا كان والله انهرت وهذا عايش كل الكريمين عايشين.